مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج حديث الساعة. في كل مرة يحاول الحوثيون إظهار عدم صلتهم بإيران سياسيا وعسكريا ودينيا، ولكن الحقيقة باتت معروفة للجميع، فهم أداة طيعة تخطيطا وتسليحا وإدارة للمعركة وتهديدا للإقليم. ميليشيات الحوثي هي اليد واللسان، وهي الوجه القبيح لثورة الخميني الدموية الإرهابية التي عاثت فسادا وخرابا ودمارا في عدد من بلداننا العربية. ميليشيات الحوثي الإيرانية لم تعد تهديدا لليمن فحسب، بل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي. هي لا تقل خطرا عن داعش والقاعدة وكل الحركات الإرهابية المتطرفة في العالم. فلنقف جميعا ضد الميليشيات الحوثية الإيرانية ونجتث هذا السرطان الخبيث من أرضنا اليمنية، من أرضنا العربية. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة، والتي سنتناول أهمية التكاتف العربي والدولي والإقليمي، أيضا الإقليمي والدولي، لمجابهة هذا الخطر الذي يهدد أمننا اليمني والإقليمي والدولي. ونبقى في مستهل هذه الحلقة مع هذا التقرير. حين من الدهر لم تكن فيه الحوثية شيئا مذكورا، وذكريات قائمة لسنوات ألقت فيها إيران بذرة شرها في الكهوف، ثم حصاد مر من الفجور والتفجير بعد أن امتدت رؤوس الشياطين. ذلك هو ملخص مسيرة الموت التي لم يجتمع اليمنيون بعد حب الوطن على شيء اجتماعهم على بغض جرائمها. فالميليشيا التي بدأت مسيرتها من كهوف لا تعرف شمس الحرية انبعث أشقاها ليعقر أهداف الجمهورية. وفيما كان اليمنيون في رحابة حوارهم الوطني يتقدمون نحو المستقبل، كان المكر الإيراني بالمنطقة يخطط للعودة بالجميع نحو الماضي، جاعلا من الأفكار السوداء التي تملكت الحوثيين ثقبا أسود يراد له أن يبتلع الوطن والمنطقة. تقدمت الميليشيا نحو صنعاء على وقع شعارات كاذبة فابتلعت عمران، وحين باتت صنعاء ذاتها بأيدي ميليشيا طهران، كشفت إيران وجه مكرها، معلنة صنعاء عاصمة رابعة تلتحق بمسيرة الخميني. ومع سكرة النصر الموهوم اندفع الحوثيون نحو لحظة الانكشاف المحتوم. ومع تساقط الأرض بأيديهم تساقطت أوراق التوت التي تغطي سوآت حقدهم، فإذا شعاراتهم كذبة وإجرامهم حقيقة. تحرك الحوثيون بأفكار من خارج نطاق اليمن، فظهروا ميليشيا خارج سياق التاريخ، لم يتركوا منطقة بلا اعتداء، فتوحدت في وجههم الجغرافية، سقطوا في درك وحشية التعذيب، فانتصبت في وجوههم كل معاني الإنسانية، أسقطوا عمليا أهداف الثورة، فباتوا في مواجهة كل محب للجمهورية. لم تكن مشكلة اليمنيين مع أفكار الحوثيين رغم انحرافها، فتلك مسألة رأي في دولة مواطنة متساوية. كانت المشكلة وتبقى في فرض الميليشيا لأفكارها بالقوة بعد انقلابها الذي ألغى احتكار الدولة لقوة السلاح. فالحوثي الذي جمع سلاحا من إيران فأوعى حشر أتباعه فنادى، فزعم أنه وسلالته الأعلى، جاعلا نفسه ومن حوله في برج السيادة، واليمنيين بجموعهم في درك العبودية. وتلك عقدة ضبطت كل تحركاته الانتقامية التي لم ينج منها يمني، بما في ذلك الذين عقدوا معه حلفا في يوم من الأيام ليترك الحوثي خلفه جسد طفل مفخخ بعد قتله، وجثة مختطف عليها آثار تعذيبه، ونساء يمنيات لم يعتدن قبل الميليشيا على الاعتداء، وركام بيت أو مسجد نسفه الحقد في الهواء. انتقام إيراني لم يكتفي باليمنيين كافة،
بل أرسل صواريخه وما يزال نحو عواصم الأشقة، ليصبح الحوثيون جراء إجرامهم منبوذين من كل اليمنيين أعداء لكل المنطقة، وليصبح شعار الجميع وواقع حالهم معا ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية. إذن آن الأوان، الآن وآن الأوان سابقا أن نكون على العالم أن يعي أننا لا نواجه حزبا سياسيا أو جماعة مضطهدة كما تدعي، إنما نواجه ميليشيات دموية استمرأت الدماء والقتل والإرهاب والترويع والتنكيل والبطشة. الصور التي تنقلها كل وسائل الإعلام عن اليمن هي صور الدماء والقتل والتدمير، هي صور ميليشيات الحوثي عندما عبثت بكل مقدرات الوطن، عندما غزت مؤسسات الدولة وعبثت بها، عندما عينت المشرفين على الوزارات، عندما دمرت الاقتصاد الوطني وسرقت كل أموال الشعب في الخزينة العامة وعادت لسرقة أموال الشعب من بيوتهم، فدخلت البيوت ونحن نعلم تماما ماذا فعلت وماذا تفعل يوميا بالمستضعفين من الناس والبسطاء. لم يعد هناك مجال لأن نسمح للميليشيات بخداع الشعب اليمني والبسطاء من المواطنين. نعلم جميعا كيف دفع الشعب اليمني ثمنا باهظا جراء ما ارتكبته ميليشيات الحوثي من اعتداء على الدولة وانقلاب على مؤسساتها واحتلال لكل مؤسسات الدولة بميليشياتها العفنة التي خرجت من غبار التاريخ. ويسرنا أن يكون معنا في أولى هذه الحلقة أول اتصال مع الأستاذ أحمد مفضل. السلام عليكم أستاذ أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. انطلقت هذه الحملة المباركة في كثير من وسائل الإعلام وهي معا ضد الميليشيات الحوثية الإيرانية، دلالة هذا الانطلاق اليوم وماذا يجب أن نفعل جميعا كإعلاميين أولا وكمواطنين في الثانية؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي السادة المشاهدين والمستمعين جميعا، وأود أن أوضح للإخوة جميعا أن هذه الحملة انطلقت كتوضيح بعد 1000 يوم من يعني الأحداث التي تمر في اليمن، وأكثر من 3 سنوات والحرب تدور بسبب الميليشيا الحوثية التي سارعت إلى أن تكون ذراع إيراني في اليمن وتمارس دور الوكيل الحصري لملالي طهران داخل اليمن، وتريد أن تمثل حالة إزعاج للدول الخليج وحالة نهب وتدمير وتفجير لليمنيين. يعني بصراحة جماعة الحوثي كل يوم تظهر قبحها وأنها ليست إلا وكيل رخيص ومبتذل لملالي طهران، وهي جاءت فقط كجندي ينفذ كل أوامر طهران، لا يمكن أن تقبل بالحوار ولا بالتفاوض ولا تفهم لغة السلم ولا لغة التعايش ولا لغة الحياة الآمنة، وإنما فقط هذا جندي رخيص يمثل دور مبتذل في إباحة الدماء واستباحة أموال الناس ونهب مقدرات البلد والقضاء على كل ما له علاقة بالحياة الآمنة في اليمن. يعني هذا المشروع هو يستهدف اليمن بشكل أساسي، لأن اليمن هي العدو التاريخي لفارس وللمشروع الفارسي في طهران، الذي أرادت اليوم تريد طهران من بعد الثورة الخائبة للهالك الخميني، أرادت طهران أن تعيد مجد فارس وعلى حساب الدماء العربية، الدماء العربية أولا
وبالخصوص اليمنية والعراقية والسورية. هذه الدولة الخائبة التي أرادت أن تبني لنفسها تاريخ على حساب الجماجم والدماء. اليوم الدول الجوار أصبحت تتأذى من مشكلة الميليشيا هذه. اليوم الميليشيا تطلق صواريخها على الرياض وعلى مكة المكرمة وعلى هذه البلدان الآمنة. إذا جماعة الحوثي جاءت تنفذ مشروع محدد، جاءت تنفذ مشروع لصالح ملالي طهران، لا ينتمون إلى اليمن ولا لهم علاقة بالمشروع اليمني ولا لهم علاقة بالمواطن اليمني ولا بالشعب اليمني. خطاب جماعة الحوثي خطاب استغلالي وانتهازي عندما يدعون أنهم يمارسون خدمة المواطن اليمني أو أنهم يدافعون عن البلد أو أنهم ضد الوصاية، وهم أول من ضد الوصاية الخارجية، وهم أول من ترك اليمن سلعة رخيصة لإيران وباعوا اليمن لإيران دون مقابل ودون أدنى ثمن، وسلموها سلمت اليمن بثلة من المراهقين والأطفال والسذج والمشردين والذين لا فكر لهم ولا دين ولا قيم ولا أخلاق ولا عادات ولا تقاليد ولا آداب ولا شيء، إنما فقط يستبيحون الدماء ويستحلون أموال الناس، ينتهكون الأعراض، يفجرون البيوت والمساجد، يقتحمون المنازل، ينهبون أموال الناس. يعني لم يستطيعوا حتى إدارة الدولة، لم يستطيعوا حتى الحفاظ على مؤسسات البلد، بل نهبوا المؤسسات ونهبوا البنك المركزي وابتكروا السوق السوداء وكل ما له علاقة بالجريمة والكارثة قامت به هذه الجماعة. لابد من فضح جرائم هذه الجماعة، لابد من أن البيان للعالم كله أن جماعة الحوثي لا علاقة لها باليمن، وأنها وكيل رخيص وجندي مبتذل للملالي في طهران في إيران. هم وكيل حصري لا علاقة لهم باليمن، وبالتالي أصبحنا اليوم أمام موقف محرج. لم تستطع جماعة الحوثي أن تمارس حوارا واحدا دون إملاء من طهران ومن ضاحية لبنان. حتى الحوارات السياسية والتفاوضات كانت تدار ضمن فريق إيراني الذي يدير الحوار، والذي يعني نحن أمام كارثة. لا يستطيعون أن يحاوروا ولا يستطيعون أن يناقشوا، إنما ينفذون كل ما يأتي لهم. حتى الحوار كانوا عندما يتحاورون وهم في صنعاء قبل أن يقتحموا صنعاء في كل اجتماع لا يمكن أن يردوا بجواب على الأشياء التي تطرح لها كان يطرحها لهم الوفد الرسمي، بل ينتظرون إلى اليوم الثاني حتى تصل التعليمات من داخل طهران، تصل تعليمات جاهزة. يعني ينبغي أن على إيران أن ترفع يدها عن اليمن، أن ترفع يدها المتسخة بالدماء اليمنية البريئة الطاهرة النقية الشريفة. أن ينبغي على كل رجل في العالم، على كل إنسان يؤمن بالآدمية والإنسانية وحقوق الإنسان، أن يعلم أن كل جريمة حصلت باليمن وكل دم سفك باليمن أن إيران تتحمل الجرم الأكبر والذنب الأكبر والأكثر في استاذ احمد. استاذ احمد يعني فضح الميليشيات الايرانيه الحوثيه وما قامت به بحق الشعب اليمني، يعني هناك الكثير من الوسائل، هناك الكثير من الادوات، لكن كيف يمكن ان نقاضي ايران نتيجه كل الخسائر الاقتصاديه والبشريه التي تعرضنا لها جراء ما اقترفته يداها وميليشياتها في اليمن؟ نحن أولا ينبغي أن نفعل العمل الإعلامي لتصل رسالتنا إلى العالم. النقطة الثانية علينا أيضا أن نفعل الجانب الدبلوماسي، الجانب السياسي والدبلوماسي في المفاوضات. ينبغي أن يكون هنالك يعني معارض وندوات في كل سفارة تابع للجمهورية اليمنية، وهذا ملف ينبغي أن تتولاه بحكمة وحزم وحنكة قيادة وزارة الخارجية. يعني ينبغي أن تقوم بدور في كل دولة حتى يعرف العالم الدور القذر الذي مارسته العصابات الإيرانية في اليمن. النقطة الثالثة علينا تفعيل الجانب الحقوقي وجانب منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وفضح كل جرائم الحوثي وعرضها للعالم في كل البرامج التلفزيونية والإذاعية ووسائل التواصل والسوشيال ميديا وغيرها من الأمور حتى تصل رسالتنا للعالم. ثم أن يكون هنالك مؤتمرات في جنيف وفي غيرها من دول العالم وفي مؤتمرات
يعني تبين وتندد وتطالب العالم إدراج هذه الجرائم كلها إلى ضمن الملف الإيراني، حتى تحاكم إيران ويحاكم كل من شارك في الانقلاب، كل من شارك في الانقلاب وارتكب هذا الضرر والخطر بحق الشعب اليمني عليه علينا أن نحاكمه وأن ينصب أمام محكمة الجناية الدولية. يعني لا نسكت، وهذا أيضا أمر ينبغي أن تقوم به القيادة السياسية، فجبهة الإعلام وجبهة السياسة والحقوق والدبلوماسية لا تقل عن جبهة السلاح والمواجهة في بيحان ونهم وصعدة وتهامة والبيضاء وغيرها من مناطق اليمن التي يعني التي تقدم التضحيات والبطولات العظيمة. نعم أستاذ أحمد مفضل، شكرا جزيلا لك، أتمنى للجميع التوفيق. شكرا لكم جميعا. لو كنا حاكمنا هذه الميليشيات على عدوانها السافر خلال السنوات الماضية، لو كنا أقمنا لها المحاكم والمشانق بحق قادتها الذين سفكوا دماء الجند والعساكر والمواطنين وهدموا البيوت، لما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، لما كنا عانينا ما يعانيه المواطن اليوم. معنا الأستاذ العقيد صالح قروش، ركن التوجيه المعنوي بمحور علب صعدة. عقيد صالح، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. نحن اليوم نتحدث بحرقة عن ما حدث لوطننا، وأنتم عانيتم كثيرا في صعدة من هذه الميليشيات. تحدثنا قلنا يعني لو كنا حاكمنا هذه الميليشيات حينها ووقف الوطن كله ضد هذه الميليشيات وحاكمها وأدخل هؤلاء القادة القتلة إلى المحاكم وتم تطبيق أحكام الشريعة فيهم، لما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه؟ حياك الله اخي. والله يا اخي اصلا القضيه الحوثيين من لها فتره من قبل الحروب حتى مران، يعني وهم يرتبوا، ولو كان المسؤولين انذاك فهموا المخطط لما وصل اليمن الى ما وصل اليه، ولو كان يعني بصحيح العباره لو كان الاخوه بقيه الاخوه اليمنيين من 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 مسؤولين او من احزاب سياسيه او من قاده عسكريين او غيره استمعوا لأبناء صعدة في نداءهم الأول وفي محاربتهم للحوثي في بداية الوهنة الأولى لما وصل اليمن إلى ما وصل إليه، لكن للأسف الشديد الحزبية المجيتة داخل اليمن أوصلت اليمن إلى ما وصل إليه، فاستغل الميليشيات بتوجيهات إيرانية استغلت الخلاف السياسي الذي كان دائر آنذاك، فتوسعت ونحن كنا كأبناء صعدة بمفردنا نصيح ونخاطب الناس ونتكلم بأضرار الحوثي، والحوثي يلج كذا بصفتنا من أبناء صعدة نعرف المخطط نعرف ماذا يدور نعرف، ولكن لا حياة لهم انتنادي، فتضررت صعدة وأبناء صعدة الأوائل ومن خلفهم تضرر اليمن، فالآن ليس اليمن فقط الذي يتضرر، الآن مثلما كنا ننادي إلى الإخوة في باقي اليمن في باقي المحافظات الأحزاب السياسية القادة العسكريين كنا أبناء صعدة ننادي ولن يستجيبوا لنا، ووصل الضرر إلى كل بيت، ومع الأسف الشديد لا نرضى ذلك ولا نرضى قتل النساء والأطفال لا في تعز ولا في مارب ولا في البيضة ولا في أي مكان. كم استشهد من عائلتك عقيد صالح؟ أنا استشهد أبي وخمسة من أخواني. على مدى الستة الحروب الذي تارت داخل صعدة ومن قبيلتي الذي هي قبيلة بني حذيفة استشهد 62 شهيد، وكذلك تساوي بها كل القبائل الذي داخل صعدة، ما في قبيلة ولا في قرية ولا في بيت ولا في إسرة إلا وقد قدمت الشهداء والجرحى وهم يكارعوا ويحاربوا هذه الفئة الضالة المجرمة، ولكن للأسف السياسة مثل ما ذكرنا السياسة المجيتة كانت كلا يريد أن يطرح اللوم على الآخر، وهذا أتى بمشروع يمشي على خطة ثابتة ويريد أن لا يقبل بأحد، حتى تحالف أو ما تتحالف معه أنت غريمة أنت ضده لن تؤمن بفكره لن يستعبدك تكون عبد الله فلا يقبلك. نعم، استطاعت ميليشيات الحوثي بخدعة التقية يعني أن تخدع الكثير، ربما استلطفتها بعض النخب السياسية وصولا إلى يعني الدولية. يعني حقيقة أخي الآن أنا أتكلم بصفتي
عقيد من ابناء القوات المسلحه والجيش الوطني، او يعني مفرد ناهيك عن احزاب، لن انتمي الى حزب. نعم. وطني، حزبي هو الوطن، الجيش الوطني ينتمي الى الوطن. نعم. لا ينتمي الى حزب ولا الى سياسه ولا. نعم. نحن. نعم. الى الوطن جميعا. انا اتكلم انه يعني الخلاصه في السؤال انه لن تنطلي، لا يمكن ان تنطلي بعد اليوم خدعه اخرى على الشعب اليمني او على المتحاورين اليمنيين او على السياسيين اليمنيين او حتى على دول العالم، ان هذه الميليشيا لا يمكن التعامل معها الا بمفهوم القوه. اريد ان اوصل لك فكره اخي الكريم، مما نحن نلاحظ من السياسات المبطنه التي تكون من تحت الطاوله لا تظهر للبسطاء ولا الناس، نحن نعرفها ونطلع عليها ولكن نعرف خداع الحوثي كثيرا، فمثل ما ذكرت لك ان نحن لسنا مع حزب ولا معنا، نحن مع الوطن، فتكلم بصفتي ضابط من القوات المسلحه او بصفتي شيخ من صعده، الاخطاء جاءت من الجميع، ولا الإخوة في شباب الثورة أتى الحوثي وهو قاتل ومجرم واستقبلوه. نعم. وكربهم وقتلهم. نعم. في أخطاء كثيرة. وشردهم. وفيها الأخ الرئيس السابق كذلك أراد أن يجعلها انتقامات أو إلى آخره، وأعطاهم كل شيء، وبالأخير رصافته الذي أسلمها للحوثي هي الذي قتلته، فنحن نقول لا عهد لهم ولا ذمة. الأخ الرئيس السابق قدم الخدمات بوجهة نظري ومع احترامي لأنصاره ومع محبيه جميعا، قدم خدمات للحوثي أكثر من غيره، ولكن للأسف لن يقبل الحوثي هذا ولن يؤمن بهذا ولا يريد إلا هو وشخصه، فلم يحترم أحد، بالأخير قتله وهجر. خلاصة هذه التجربة الدموية للحوثي، ونحن شهود عيان على على مسيرته الدموية حتى الآن. التعامل أخي الكريم، أنا أريد أن أوضح لك صورة والمشاهدين الكرام، ونكون نتكلم بدون سياسة. الذي ما جرى في اليمن هي جرت خداع ومكر من الحوثي، وهو لا يؤمن بالحوار ولا يؤمن بالآخر، وهو عنصري طائفي مجرم قاتل، قراره ليس من راسه، هو قراره من طهران، توجه إيران لوجه الحرس الثوري معروف، ولكن نحن نتكلم الآن كيمنيين، أجرحنا واكتوينا جميعا، ولا بد أن نلم الصفوف ونكون صفا واحدا، ولكن السؤال هو بالحقيقة موجه إلى إخواننا، إلى أشقائنا في دول التحالف وعلى اسم المملكة العربية السعودية، فأن لا تنخدعوا بالحوثي، بأن الحوثي لا حوار معه، لا يمكن إلا أن ينتهي الحوثي أو أن يمشي مشروعه، فعلينا أن نكون يدا واحدة، وعلينا أن نحارب وأن نكون صادقين لأن ننقذ اليمن وننقذ المنطقة. ما هو الفرق بين ميليشيات الحوثي وداعش التي حاربها العالم؟ أخي الآن لو جينا نقارن الآن لا فرق بينهم، وقد نقول قد نقول الآن إن الحوثي إجراما مثل داعش أو أكثر. الآن الأخ الكريم، الآن الصهاينة الآن اعتدوا على الفلسطينيين في صورة ونشرتها على التواصل الاجتماعي وشاهدها الجميع، في طفلة توقف وتصرخ في وجه العساكر المحتلين الإسرائيليين وتقول أتحدى طفلة يمنية أن تصرخ في وجه أحد من الميليشيات، والله لا يقتلها أمام أبوها وأمام الجميع. هذه مجرم، لم أحد يرتكب جرائم الحوثي على مر التاريخ، لا داعش ولا غيره، أتحدى أن في فئة أو منظمة أو تكتل أو شيء قد ارتكب مثل جرائم الحوثي. الحوثي هذا مجرم، الحوثي قاتل، الحوثي يريد أن يستعبد الجميع، الحوثي لديه مشروع يمرره وهو مجرد عامل، قراره ليس بيده، قراره من إيران، فعلى الجميع أن يصحوا وعلى الجميع أن يعرفوا، وأي واحد لم يعرف توجهات الحوثي ومشروع الحوثي فمن وجهة نظري ومن احترامي له أنا لن تنفر بألفاظ، مشروع الحوثي واضح، الحوثي يتكلم عن مكة وعن المدينة، الحوثي لا يتكلم عن اليمن، إذا لم يأتي حسم، إذا لم يأتي معركة ونترك السياسة جانبا، فوالله إننا نحن سنكون في مستنقع لن نتخلص منه، لا نحن ولا الأشقاء. كيف هي الجبهات في علب والبقع وكثير من مناطق صعدة؟ والله الجبهات الحمد لله هي الآن في تحسن، وخاصة في الجبهات الشرقية في البقع وفي تقدم، ولا ننسى الشكر والتقدير لأشقائنا في دول التحالف ووقوفهم ومساندتهم وما يقوموا به من دعم مادي أو عسكري أو حتى من دعم الطيران القصف الميليشيات الذي أو تحركاتهم، فالآن الحمد لله في البقع انتصارات كثيرة، وفي الجبهات الذي على الحدود هي أكثر من 5 إلى 6 جبهات الآن، وفي أيضا الآن ترتيبات لجبهات تفتح جديدة من محاور جديدة، لا نريد ذكر الأسماء. نعم. والآن التقدم إلى صعدة، وأريد أن أقولها عبركم وعبر قناتكم أخي، على الشرعية وعلى دول التحالف وبقيادة المملكة العربية السعودية يعرفوا بأن صعدة هي الأساس، وبأنهم تركوا صعدة فريسة للحوثي وإيران،
وسيطر على اليمن وسيطر على غير اليمن. فنقول لهم إذا اهتمينا بصعدة وسيطرنا على صعدة فالحوثي سينتهي من اليمن، إذا تركنا صعدة فالحوثي سيعود ويعود مشروعه. كثير لأن الآن إذا كثير إذا خسر الحوثي الآن محافظة مديرية من مديرية صعدة أشد وأكبر عليه من أن يخسر محافظة بكاملها في اليمن. الحوثي الآن لو يحس بخطر على صعدة وبأن الجيش يتقدم على صعدة سيسحب مقاتلين من كل الجبهات ويأتي يدافع على صعدة. نحن نعرف ما لديه في صعدة، نحن نعرف مخططه أنه سينطلق من صعدة، فلا بد أن يكون الاهتمام. وأبناء صعدة قد قدموا الكثير من الخسائر وقد قاتلوا والآن هم مستعدون، وما ما ما أحد يتخلى عن الوطن وعن القضية في هذه الوقت إلا إنسان ليس فيه من الغروب الشيء. كثير من الناس يتحدثون عن الأولوية، يعني هل أولويتنا تحرير العاصمة أم أولويتنا تحرير صعدة؟ أخي إذا لم تكن في إطار واحد فوجهة نظري أنا بخلالي من أبناء صعدة وأعرف مشروع الحوثي، فالآن صعدة هي خطيرة على الحوثي جدا. لو أحس الحوثي بمديرية تسقط من محافظة صعدة لسحب كثير من مقاتلي من الجبهات. الحوثي لا يريد أن يخسر صعدة، إذا خسر صعدة فمقاتلي في كل الجبهات سيرتبكوا وأين سيأتوا، ولكن إذا صعدة موجودة وآمنة فيتعتبر ملجأ لهم، كلما تضرروا في جبهة انسحبوا. بالرغم من الآن انتصارات مبشرة بخير في كل الجبهات والجيش الوطني يتقدم، ولا يريدنا إلا أن نشد الهمة ومحافظة صعدة نستطيع نحن الحاضنة الشعبية داخل اليمن لا تريد الحوثي أصلا. نحن لدينا استقبال من الشعب، لأن نحن كجيش وطني أو كشرعية الشعب ينتظرنا أن نبدو. الحوثي ليس لديه حاضنة شعبية، فلا بد أن نستغل هذه النقاط ونستطيع أن نتقدم حتى من على جهة صعدة وعلى جهة صنعاء. نحن الحمد لله أكثر من الحوثي عدة وعدادا، ولكن لا بد أن نترك السياسة جانبا ونفضل مصلحة الوطن ومصلحة الشعب اليمني فوق مصالح الجميع سواء كانت أحزاب سياسية أو أشخاص. ما هي المشاريع التي يعني قدمها الحوثي لصعدة غير المقابر حقيقة؟ والله يا أخي أبناء صعدة بشكل عام وأبناء المحافظات في اليمن السعيد كاملا يعرفوا مشروع الحوثي. أنا سمعت أن هناك أكبر مقبرة في الجزيرة العربية الآن موجودة في صعدة، ولا توجد مديرية إلا فيها يعني مجموعة كبيرة من المقابر. الحانت حتى الحوثي أن قد قدم حتى وحدة صحية أو قد فتح حتى 2 كيلو أو 3 كيلو يفتح خط فيها. أتحدى الآن كل ما يأخذه هو فقط تجنيد الناس وقتل الذي عارضه وقتل اليمنيين الأبرياء. والآن هو كلما أنجز سواء في صعدة خاصة أو في اليمن عامة هو تلميع المقابر وغرس عليها ورود وأزهار وتوسيع المقابر إذا في أرضية أخذها وجعلها مقبرة. هذا مشروع الحوثي، مشروع الحوثي هو الموت، مشروع الحوثي هو القتل، مشروع الحوثي هو التدمير، مشروع الحوثي هو يريد أن يغير النهج إلى نهج طائفي رافضي مجوسي لا يقبله اليمنيون. اليوم تم الإعلان عن مقتل 11,000 من ميليشيات الحوثي من قبل يعني استهدافهم من قبل التحالف. في قتل فيهم كثير، ولكن أريد أن تكون يعني الجميع يفهم هذه النقطة. إذا كان القتل في الحوثي سواء من الطيران أو من فعل أو غيره ولن نتقدم على الأرض، فهذا وجهة نظري أن لا يجدي نفعا. لا بد أن نتقدم على الأرض حتى ولو لم يقتلوا فسيسلموا أنفسهم أو يقتلوا، لا خيار لهم. لكن إذا كان القتل ونحن لن نتحرك بصفة المساعدة لدينا موجودة، فهذه سيجند الشعب اليمني 23 مليون. سيستغل الناس من عدة جوانب، أما يستغل الناس من جهة الظروف، وظروف الناس صعبة تعرف وضع اليمن واليمنيين، قد ينضر الكثير من الشباب يروحون معه، أو أن يستغل الناس بصفة ادعاءاتها الكاذبة والزائفة العدوان ومن العدوان، ومع احترامي الشديد هو يقع في بعض الضربات إخطاء فهذه تكون في صالح العدو. ولكن لا بد من حرب وفيها ما بد يعني ما في حرب الله وفيها أخطاء، ولكن نحن الآن نقول إن النصر قاب قوسين أو أدنى. إذا تركنا المراوغات السياسية أنت لابد أن نصطف جميعا مع الشرعية، لابد أن تصطف كل الأحزاب، وهذا هو بيانها الأخير، أن كل الأحزاب تصطف مع الشرعية ضد هذا العدو الجاثم على بقية محافظات الجمهورية.
لا بد ان نصطف ونفضل مصلحه الوطن على المصالح السياسيه والحزبيه والشخصيه. اخي العقيد، اليمن هو الجوهر الاساسي لليمنيين، واليمن هو الذي هو حاضنه العرب، وهو الاصل العرب. لا يجوز لنا جميعا كيمنيين او كاشقاء ان نفرط في اليمن. فوالله انما الى لم نحرك الان ونستقل ضعف الحوثي وربكه، فوالله نحن سندخل على مرحله ليست بالسهله، ولكن ان النصر قريب، وان شاء الله ان الله لن يولي علينا هذه الفئه الظالمه القاتله. الشعب لا يريدها، فلا يريد مننا الهمه والعزيمه والمقاومه الشديده، ونتحمل ونصبر. نعم في عرقلة من مرتبات في أشياء تحصل، ولكن نحن في حرب، لا بد أن نقدر أشقائنا وهم يخسروا ويوقفوا معنا في كثير من المواقف وفي كل المواقف، فلا بد أن نشد الحيل ونترك الحسابات الضيقة ونفضل اليمن على كل الحسابات، وإن شاء الله النصر قادم. أخي العقيد صالح قروش، ركن التوجيه المعنوي في محور علب، شكرا جزيلا لك. شكرا لك أخي. كثير من دول العالم، يعني أنا أستغرب حتى بعض الدول العربية يعني مواطنيها لا يعلمون التفاصيل التي تحدث في اليمن، ربما يحصلون على المعلومات من مصادر أخرى وتكون معلوماتهم مغلوطة أو غير معرفة. هناك الكثير من الجهد يجب أن يبذل لتعرية ميليشيات الحوثي وما تقوم به من انتهاكات بحق اليمنيين وبحق الإقليم ودول الجوار. أستاذ فيصل العواضي، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، وطاب مساءكم أنتم والإخوة المشاهدين الكرام. ميليشيات الحوثي حركة مسلحة دموية تنادي بفكرة الولاية السياسية والدينية، فهل يمكن أن ينتصر هذا الفكر؟ وكيف يمكن أن نواجه هذه الميليشيات ونعلم تماما أنها أداة من أدوات إيران تعبث بها في المنطقة؟ أولا يا أخي الكريم، يجب أن نفهم أن الله خلقنا أحرارا، وقد قرر الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين تكرم الإنسان مطلقا، ولقد كرمنا بني آدم، فالتكريم كان مطلقا، وهؤلاء اعتدوا على كرامة الإنسان، اعتدوا على حق الإنسان في الحياة، اعتدوا على حق الإنسان في التعليم، اعتدوا على حرية الرأي، اعتدوا على حق الإنسان في كل يعني في السكن، في العيش، في كل شيء، يعني اعتداء شامل لم يسبق لأي حركة إرهابية أو حركة إجرامية عبر التاريخ أن مارست ما مارسته هذه الميليشيا الإجرامية، لأنها تحمل مشروع تدميري تخريبي خارجي، ليس لديها أي مشروع وطني، وليس لديها أي فكرة لبناء دولة أو للتعايش مع الناس. نعم نعم، بنظرك ما هي الأوراق السياسية بعد أن قتلت شريكها ونظر العالم لأكثر لدمويتها، وهي الآن يعني تحاصر صنعاء وتعتقل المواطنين؟ أنا أقول أن الساكنين في صنعاء هم معتقلون أو معتقلين لدى ميليشيات الحوثي في بيوتهم، يعني إقامة جبرية دائمة. كيف يمكن للعالم أن يتعامل مع هكذا ميليشيات؟ وهل يمكن أن نرى في قادم الأيام تماهي مع هذا السلوك السافر والعدواني والدموي؟ طبعا هناك مؤشرات بأن العالم بدأ يستوعب بأن هذه حركة مسلحة إرهابية، وتعرف الإرهاب هو فرض أي فكر على الناس بقوة السلاح عفوا، وهذا أثبت بأن ميليشيا الحوثي تبدأ يعني تغدر أو تصفي حلفائها، فكيف يمكن أن تتعايش مع المخالفين لها في الرأي؟ إذا كان هذا مسلكها مع حلفائها كما سلكت مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، فكيف يكون مسلكها مع المخالفين لها في الرأي؟ وهل يمكن أن تكون هذه الحركة جزء من منظومة العالم التي تعيش اليوم؟ يعني تؤمن بالحريات وبالحقوق فيما لو وصلت للسلطة. هذه حركة كهنوتية قادمة من ظلام العصور، قادمة من ظلمات الكهوف، لا تحمل إلا مشروع إيران الإرهابي. نعم. إيران التي أصبح العالم يشير إليها بالبنان على أنها دولة راعية للإرهاب بكل أشكاله التي تعيش الآن في كوكبنا الأرضي. كيف نرد على من يدعون أو يحاولون
أيضا يعني تغطية دموية هذه الميليشيات، ويقولون هذه مكون يمني. هل هذه مكون يمني خالص، ونحن نعلم أن مفاتيحها وأدواتها واتصالاتها وعملها وأجندتها وفكرها كله يعني مستورد من إيران؟ طبعا الرد لمن يقول بهذا، نحن ليس في ثقافتنا تجنيد النساء تحت مسمى الزينبيات، هذا شيء خارج عن ثقافة اليمن عبر التاريخ. ليس في ثقافتنا وجود حسينيات، ليس في ثقافتنا تلك الطوابير التي خرجت تلطم في أربعينية ما يسمونها بأربعية الحسين، التطبير. ليس أي نعم، ليس في ثقافتنا الاحتفال بالغدير. كل هذه عوامل وأفكار دخيلة على ثقافتنا. وأيضا دليل على ارتباط هذه الميليشيات بإيران أنهم سعوا لإيجاد كلية لتعليم اللغة الفارسية في جامعة صنعاء. يعني السؤال الذي يطرح نفسه، ماذا يعني سنستفيد من تعلم اللغة الفارسية؟ لا تربطنا بإيران مصالح ولا جوار مشترك أو تداخل سكاني، وليست اللغة الفارسية الآن أستاذ فيصل هي اللغة العصرية. أستاذ فيصل، يعني اللغة الفارسية قد نستفيد منها في الأدب والثقافة، لكن إنهم يعملون خطا جويا يوميا مرتين في اليوم، يعني بيننا وبين طهران، ونحن لا يوجد لدينا جالية يمنية في طهران. يمكن عدد اليمنيين في طهران لا يزيد عن 20 أو 30. حتى الثقافة الإيرانية هي ثقافة معادية للجنس العربي. لو أخذنا الشاهنامة التي تنسب إلى الفيروزي، وهو كما يقال من الشخصيات المعتزلة، كلها تسخر من العرب سخرية مقدعها. يعني إيران هي دولة عنصرية، ولهذا لا ترى الخير لأي كائن بشري. طبعا هي تريد يعني أكثر مطامعها في وطننا العربي بشكل عام، وتريد أن تنفذ من خلال اليمن لتكمل الاستكمال الهلال الشيعي. رحم الله الأمير سعود الفيصل كان قد حذر من هذا الهلال الشيعي، أو من سعي إيران لفرض هلال شيعي. الآن باتت ألاعب إيران مكشوفة، وإن شاء الله نرى في قادم الأيام موقف دولي متخذ ضد ميليشيا الحوثي، بعد أن أثبتت بأنها حركة لا يقتصر شرها وتهديدها للسلم والأمان أو الأمن والسلم داخل اليمن، وإنما للتهديد للأمن والسلم في الإقليم، وأيضا خطر على العالم من خلال خطرها على الملاحة في تلك المناطق الحيوية مثل باب المندب وخليج يعني وبحر العرب وغيره وغيره. لابد أن يتحمل العالم مسؤوليته في توصيف هذه الجماعة بالصفة التي يليق بها، وهي جماعة إرهابية حوثية إيرانية مرتبطة بإيران وليست مرتبطة باليمن، وليس لها أي صلة باليمنيين أو فكرهم أو مستقبلهم أو ماضيهم. نعم، أستاذ فيصل العواضي مستشار وزير الإعلام، شكرا جزيلا لك. شكرا. يتضح لنا جليا أن عاصفة الحزم كانت ضرورة يمنية وعربية ودولية. هذه اليد القوية التي قطعت ذراع إيران في المنطقة، والتي قوضت ذلك المشروع الإيراني وأدواته في اليمن، والذي كان سيعبث باليمن وسيعبث بالمنطقة. كل يوم نزداد يقينا أننا نواجه عدوانا إيرانيا بحتا وصرفا بكل أسلحته الفتاكة التي صنعها أو يصنعها أو يطورها ويستخدمها من خلال ميليشياته هنا وهناك. معنا الأستاذ فيصل غرامة الإعلامي. فيصل غرامة، السلام عليكم. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهمية هذا الحدث الكبير المتمثل بعاصفة الحزم وعاصفة وإعادة الأمل، التي أنا نعتبرها جميعا أنها كانت ضرورة حتمية يمنية عربية دولية لمواجهة الخطر الإيراني وتمدده في المنطقة. شكرا لقناة عدن الفضائية، شكرا لك الأخ فؤاد،
وشكرا لمملكة الحج بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وللإمارات العربية المتحدة على هذه الهبة العربية الأصيلة من أجل نصرة الشعب اليمني. كما نرفع أسماء آية والتبريكات إلى فخامة الوزير عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ودولة رئيس الوزراء على الانتصارات المتلاحقة التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية والتهامية والمقاومة الوطنية بشكل عام والجيش الوطني في جبهات ميدي وحيس ودريد وفي بيحان وفي نهم شرق صنعاء وغريبا في مكيراس وفي البيضاء وعندها الحميقان. إن شاء الله نهني القيادة السياسية والجيش الوطني والشعب اليمني على هذه الانتصارات العظيمة والمتلاحقة، ونود أن نؤكد على الالتفاف السياسي خلف شرعية المناضل الصلب عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية. وندعو كل الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى الالتفاف والاستفاف خلف شرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي. وندعو إخواننا في مؤتمر الشعب العام حملمة الشمل الآن والاتحاد من أجل انتفاضة صنعاء واستمرار انتفاضة صنعاء حتى ندحر هذا المشروع الفارسي المجوسي الإيراني الذي يثمر شعبنا اليمني. هؤلاء يا أخي لا لديهم مشروع سياسي ولا لديهم مشروع وطني، إنهم نبتة خبيثة نبتت في هذا الوطن أنبتتها إيران. وشعبنا اليمني يقدم التضحيات الكبيرة من أجل الانتصار والنصر، والله نشاهده قريب جدا وقريب جدا سينتهي هذا المشروع. ونشكر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية والتحالف العربي على هذا الموقف المشرف، كما نشكر الأبطال والشرفاء من أبناء جيشنا الوطني الذين يسطرون الآن ملاحم في جبهات القتال، جبهات الشرف والبطولة، من أجل أن يعود اليمن ومن أجل أن نحيي اليمن الاتحادي، يمن الأقاليم، يمن الحوار الوطني، يمن الشفافية والمصداقية والوضوح. هؤلاء نهبوا البنك المركزي وهدموا الجوامع ونهبوا الأدوية والمعسكرات وهدوا على مؤسسات الدولة وأقتلوا حتى من أدخلهم إلى صنعاء، أقتلوا الرئيس صالح في عز الظهر ولفقوا هذه التهمة الكبيرة. ماذا يحملون من مشروع؟ اليوم يطاردون نساء صنعاء في ميدان السبعين. اليوم قيادات المؤتمر الشعبي العام للأسف معتقلت في منازلها ومعتقلت في السجون. أين صحفيين اليمن؟ إنهم رهن السجون والمعتقلات. ولكن قسما عظما إن هذا المشروع لن يمر، هذا المشروع المجوسي الفارسي الإيراني لن يمر إلا على جسدنا، والنصر أراه قريب وقد بناظره قريب. ولكن ندعو الجميع أحزاب وتنظيمات سياسية وقبائل وشرفاء في هذا الوطن إلى الالتحام والتوحد والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية ممثلة بالمشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائب رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء. الوقوف كلنا في خندق واحد حتى نخلد هذا المشروع. هذا المشروع يسجل نهاياته الآن في نهم، ويسجل نهاياته في بيحان، ويسجل نهاياته في الساحل الغربي. هذا المشروع يحاصر 3 مليون يمني داخل صنعاء. إن اليمنيين محاصرين نساء ورجالا داخل صنعاء، فإنهم يطلبون المستحيل من هذا الشعب. لقد خنقوا كل شيء، ولكن هذه التجربة لن تمر. كما قال عبد الرب منصور هادي: سنرفع العلم في مران، وقواتنا الآن في صعدة تتبدد العدو وخسائر قادحة في الأرواح والمعدات. أقول لكم إن النصر قريب، وما علينا إلا أن نتذكر دائما دماء الشهداء التي روت كل شبر في هذا الوطن، في الجبال والسهول والمجانة في البحار. وهذا المشروع لن يكتب له النجاح، لأن هذه أرض الحضارات، أرض الديمقراطية، أرض الحرية، أرض الشرفاء. هذه هي اليمن. من لا يعرف اليمن فليظل في البحر، فليلاق سيرة وليلاق عيدان. ونقوم النصر آت، النصر آت لا محالة. ونقول لهم إن هذا المشروع يسجل نهاياته وهو الآن في لحظاته الأخيرة. ولكن على الجميع
الاتفاق والوقوف صف واحد. نعم. أكان المؤتمر أو الاشتراكي أو الإصلاح أو الناصري، جميع الأحزاب علينا أن نقف يد واحدة. لسنا الآن في موضوع مهاترات ولا موضوع من يدع، نحن الآن خلف شرعية يقودها عبد الرب منصور هادي، وخلف تحالف عربي يقوده الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين ودولة الإمارات العربية المتحدة. يجب أن نخلص أولا من هذا المشروع دعونا من المكائدات السياسية. ونؤكد أيضا على نجاح اللقاء الذي أجراه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومحمد بن زايد مع قيادات الإصلاح، هذا كان له أيضا دور إيجابي أيضا. وأتمنى أن تلتفت كل الناس وكل الجميع يكونوا يد واحدة من أجل تحرير الوطن. يا جماعة وطننا دمر، نهبت هذه البلاد، نهب بنكنا المركزي ونهب وطننا، وشردت النساء وفكرت الأرامل بسبب هذه النكتة الإيرانية الخبيثة. قسما عظما إن هذا المشروع يسد نهاياته، وهو الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية والسهامية وكل شرفاء الوطن إنهم اليوم يحققون نجاحات في جبهات القتال. فليتحد الجميع يدا واحدا للقضاء على المشروع الإيراني الذي تطاول. هم يضربوا الصواريخ إلى الرياض ولكن هيهات، يتصدى لها البيتريوت، لكن هذه الصواريخ إلى أين مداها؟ أنتم الآن تنفذون أنفاسكم الأخيرة. هذا المشروع لن يمر. نحن دولة إسلامية وعربية واحدة، نحن في هذا الخليج وفي هذه المنطقة دولة واحدة وعرب وعرب ومسلمين. من أين أتيتم بهذا المشروع الذي تحملون في طيات التدمير والخراب لهذا الشعب ولهذا الوطن؟ ستنتصر صنعاء وستنتصر عدن وسينتصر الوطن إلى إفاعش إن شاء الله. نعم. يعني نحن وصلنا وإياك أخي فيصل. نعم. فيصل غرامة، تحدثت عن كل المحاور التي يمكن أن نطرحها لك، ورسالتك بالغة وبليغة. شكرا جزيلا لتواصلك معنا، شكرا لهذه الرسالة المعبرة، وأتمنى الخير لك ولوطننا، والنصر آت لا محالة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك. التعامل مع هذه الميليشيات لن يكون إلا كما أرادوها، قوة وسلاحا وفتكا، والسن بالسن والعين بالعين والجروح قصاص كما قال السيء بالأمس، ونحن سنبادله هذا بذاك، وسيكون موعدنا في صعدة بإذن الله تعالى. سنحرر صعدة وسنحرر كل مناطق اليمن من براثن هذه الميليشيات الكهنوتية. ستذهبون إلى الجحيم لا محالة، وسيعود الوطن آمنا هادئا مستقرا، فيه تعددية سياسية، فيه انتخابات، وفيه تنافس حر شريف بين النخب السياسية والأحزاب التي تعترف بالمواطنة المتساوية الحق، تعترف بالتداول السلمي للسلطة. هذا ما نسعى إليه، لا نسعى لتطبيق أفكار الكهنوت التي أنتم بها الإقصاء والتهميش والقتل والتدمير والخراب والتعالي على الآخرين والتعالي على الناس. هذا ديدنكم، لكن ديدننا المساواة والعدل والأخلاص والإخلاص والأخلاق والتداول السلمي للسلطة، وتقسيم السلطة والثروات بين كافة أبناء الشعب. كلنا سواسية كأسنان المشط أمام القانون والعدالة والله سبحانه وتعالى. مشاهدي الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. كلنا يد واحدة لكشف ميليشيات الحوثي وكهنوتيتها. نستمر في النضال، نستمر في المعركة حتى تنتهي هذه الغمة من وطننا وننتصر على ميليشيات الحوثية الكهنوتية، ويعود الوطن آمن مستقر مزدهر ومنتصر بإذن الله تعالى. حتى الملتقى، أنتم بأمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.